بربك الكريم ما فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كبك الله يرحمه يا سيدي رحمه الله عليه الجواب ده بتاعه رحمه الله عليه يا بحر العلم يا كل العلم يا دكتور يا فسواك فعدلك السجارة بعد اسم عليك يا أستاذ نصر الله انت يا عز انت يا مطرة الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا محرك القلوب يا ملك المقامات يا ملك الإحساس العالي أنت بتقرأ من قلبك عشان كده القرآن بيوصل لقلب المستمع ربنا يبارك فيك وروعك سالم يا رب صلي على الحبيب كلا وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي إن الأبرار لفي نعيم
سيدنا. اذكر الله انت يا عصر. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما كما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم الله يرحمه يا سيدي الله يرحمه رحمة الله عليه. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب
أحبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما تقفش هنا وقدام، ما تقفش هنا وقدام. نحن على ذلك من الشاهدين. طب ليه لفه قريش؟ طيب أي حاجة صغيرة لا تاني والنبي لا اله الا الله، زي ما جبتها بباكستان، زي ما جبتها بباكستان ما تحرمناش مساله، ومركز السنطة بيحبوه وبيحبوا الشيخ محمد عميري، انت بلد القران. لا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.